المشكل هو ب خلينا نقول سلوك المدونين انفسهم. انت عم تسأل سؤال انه ليش الناس او المتابعين عموما ما بياخذوا المدونين بطريقه جديه. خليني اقول لك، هل المدونين يطرحون انفسهم بطريقه جديه؟ بمعنى نحن لليوم طبعا هناك، ما عم نحكي ما عم نشمل هناك محاولات، ولكن لا تزال فرديه وعلى مستوى منظمات محليه. لازال مفهوم التدوين المختص غائب. يعني هناك حالات نادره من المدونات المختصه، طبعا كل الاحترام للمجهود اللي عم نحط عليها، ولكن عموما المدونات، انا بحكي عن حالتي الخاصه وبسمح احكي عن عده امثله اخرى، المدونات لا تزال ازمتها ان عمل صحفي على الانترنت بامتياز وليس عمل تدوين. يعني لم يتم خلق مفهوم للتدوين الالكتروني العربي تحديدا، بمعنى ما هي مهماته، ما هي اهدافه، شو الطريقه العلميه للحكي، شو طريقه الصياغه الالكترونيه، الى اخره الى اخره من قواعد التدوين. اما ليش ما اخذوه بطريقه جديه، يعني الكلمه يمكن شوي قاسيه، ولكن ليش المستهلك التدوين ما اخذها بطريقه جديه؟ اعتقد لانه لم يحصل لهذه اللحظه تقديم التدوين على انه يعوض نقص حقيقي في محتوى الاخبار اللي على الاخبار التقليديه العلميه والسياسيه والاجتماعيه والثقافيه وكذا وكذا وكذا. التدوين ما قدم بعد نفسه على انه قادر يكون، بديش اقول بديل، لانه انا ضد انه في صراع بين اعلام تقليدي واعلام الكتروني، يعني هذه النظريه جاوبناها من زمان، لكنه لم يقدم بديل اخباري بطريقه تاثر المشاهد او القارئ او المطلع ليصير من الجمهور الوفي او اللويل، لانه يضل ملتزم باستهلاك هذا التدوين ويثق فيه باخباره بمصادر الاخباريه، طريقه تحققه من الصوره من الخبر، طريقه تحققه من الفيديو الى اخره، من الامور التي تثبت انه التدوين فعليا هذا الواحد يراهن عليه كمصدر معلومات. شكرا خضر. سليم، في سؤال طرحه حابب اطرحه عليك، اللي هو أميرة طرحته، وفيك إذا بدك يمكن أميرة تشرحي أكثر شو قصدي. أمتى التدوين، هل يمكن أن يصبح التدوين يوما ما بديلا للصحافة الإلكترونية؟ يعني هل بتشوف أنت التدوين هو بديل للصحافة أو مكمل لها أو شو تحديدا؟ لك في شيء لازم نكون شوي واضحين فيه، اليوم الصحافة التقليدية عندها خطوط عريضة وبعض عندها أسلوب نحن بنسميه كمدونين أسلوب خشبي بالتعامل مع القضايا، يعني بيكون عنده تحفظات ماشي على اللغة، لأن المدون ما عنده مشكلة إذا كان عنده أخطاء باللغة أو عنده أخطاء بصياغة الجملة، بس المهم إنه عنده هذا الأفق الواسع. اليوم متى تصبح المدونات، متى تصبح المواقع الإلكترونية هي مدونات؟ لما بتفتح أكثر ويصير في حرية تعبير أكثر، بيصير يعني مثلا موقع اخباري بيغطي او بيصير مثل المدونه لما بيفتح هذا المجال. انا وضحت الفكره؟ اظن في خضر كمان كان حابب يضيف شيء. انا بدي اعلق على سؤال اميره، انه انا ما بشوف اصلا انه واحده من مهمات التدوين او واجباته المطروحه هي انه شو الجمله اللي استعملتها، انه بديل بديلا عن الصحافه الالكترونيه. اول شيء بعتقد السؤال انت قصدك الصحافه التقليديه. الصحافه عموما تتميز بثلاث ميزات. الميزه الاولى هي المصدر، يعني الصحافه تكون على اتصال مباشر بمجموعه مصادر امنيه، سياسيه، اخباريه، علميه، ثقافيه الى اخره الى اخره على الارض. النقطه الثانيه هي العمل المؤسساتي، بمعنى لما نحكي عن صحافة في عمل مؤسساتي، في هرم مؤسسي معروف، في واجبات، في قوانين، في نظم داخلية إلى آخره إلى آخره. النقطة الثالثة للصحافة هي وجود جمهور ملازم للصحافة، بمعنى أنه في كل صحيفة، كل تلفزيون، كل كذا عنده جمهور بولايات معينة، باهتمامات معينة، بكذا. المدون لا يمتلك كل الثلاثة، يعني مدون الى اللحظه على الاقل، اللحظه الراهنه في واقع عالم الصحافه الالكترونيه العربيه او عالم الاعلام الاجتماعي العربي، بعد ما صار التدوين عنده مصدر
اخباري ومعلوماتي سواء كان على مستوى السياسي او الاجتماعي او الثقافي او العلمي، بقول اخباري رجاء انا مش شغلي في قطاع السياسه. ما في مصادر على الارض المتصله، ما في عمل مؤسسات. هلا ما بنسمع، مش عم بحكي عن عمل نقابي او كذا، بس ما في روابط لحمايه المدونين، ما في روابط لقوننه الانترنت، لحوكمه الانترنت، ما في فعليا طبعا غير الجهود اللي بعدها ناشئه، ولكن عم نحكي على مستوى العمل التدوين عموما. ما في فهم لقانون الحقوق والواجبات الالكتروني، يمكن انه بعض البلاد اصلا مش موجود القانون. فاذا ما بعتقد انه بنقدر نحط انه في شيء اسمه صحافه الكترونيه بوجه شيء اسمه تدوين. اعتقد انه تعريف الدقيق لما يحصل اليوم انه التدوين الالكتروني، سواء كان على المدونات، سواء كان على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او تويتر او كذا، هي من الكومبلمنتار المكملات للعمل الصحفي التي لا يجب ان تغير، لانه بتلعب دور الرقابه على الصحافه. هذا اللي شفناه بمصر لما على التلفزيون ريهام سعيد الحمله اللي ضد قدره شيء تحرقها اعلاميا وشيء تماما من الجو الاعلامي، يلعب دور الكشف عن بعض المعلومات اللي قد لا يحتملها الاعلام. هذا شفناه في لبنان مثلا لما الصحافي الاقتصادي محمد الزبير نشر على صفحته الشخصيه على فيسبوك صور عن شيكات قبضها وزير الداخليه من احد البنوك الكردي سابقا. شفناها تجاوز الخطوط الحمراء القانونيه بالكتاب الصحفي لما محمد نزال مثلا انتقد على السوشيال ميديا اللبناني، ايضا القضاء اللبناني والاخرين اللي قالوا يعملوا استدعاءهم. يعني دور التدوين ليس انضم الصحافه الالكترونيه، الصحافه التقليديه عفوا، ولكن ربما التحرر من قيودها السياسيه والماليه والاخباريه وتوسيع هامش المعرفه عن النفس. اوكي شكرا كثير خضر. في هلا عندنا سؤالين كمان، في واحد من اظن محمود، هيدا محمود انت؟ اي صح محمود، اهلا محمود. اهلا محمود كيفك؟ في سؤال عن محمود، واظن كمان يمكن بده يكمل اللي عم بقوله خضر، او عم بفوت اكثر بالاسئله، اللي هو انه كيف التنوع عم بيكون من ناحيه تدوينيه. مثلا بمصر نوعا ما كان عنده القوه بالمدونات من قبل، يمكن هلا خفت شوي. بالسعوديه كيف كله متجه صوب التدوين المصغر، يعني تويتر وخلافه، اكثر شيء تويتر. وشو بعد سؤالك؟ فهذا هو انه كيف انه عم يعطي مثلا عن السعوديه. اوكي سو عم يعطي مثلا سليم عن السعوديه، انه كيف كل بلد يمكن عنده خصوصيته. ففي عندك هيك شيء انت تذكره، تجربه او افكار عن كيفيه تاثير كل بلد بنوعا ما بشيء تقنيه محدده، كيف مثلا بفضلها عن غيره؟ لك هلا هو تحديدا يعني منصات التواصل الاجتماعي عم تكون مختلفة من دولة لدولة. يعني بدولة مثلا بيكون الفيسبوك هو الأفضل، وبدولة بيكون تويتر هو الأفضل. هلا تكون صريح أكثر، ليش؟ أنا عن جد ما بعرف. هل هو السرعة بأداء معين؟ هل هو القدرة باستعمال منصات معينة؟ هو فعلياً شو السبب؟ ما بعرف أنا أدي التفاصيل، بس بعرف مثلاً أنه مثلاً السعودية تويتر وسناب شات وتليجرام هن كتار. طبعاً في شيء العلاقة بحرية التعبير، أنه معرف أنه مثلاً فيسبوك إذا هل أدي عنده شفافية بالتعامل مع الحسابات، أو تويتر عنده صرامة أكثر بموضوع الحفاظ على 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 شخصية الشخصية السرية بمنصات التواصل الاجتماعي. بس السؤال اللي كان محمود لك عم يحكيه قبل، أنه شاف عند المدونين اللبنانيين عندهم ثقافة أكثر أثناء التدوين، وبوقت أنه بفلسطين كانت المدونات أقل، وشاف أكثر أنه بالسعودية في حركة أكبر على موضوع تويتر. هذا الشيء بيرجع ما بعرف، يمكن قد يكون لحاجات المجتمع هو شو بده. اليوم هي منصات التواصل الاجتماعي هي منصات يتم الاستفادة منها للتعبير والوصول أكثر ل افكار ومعطيات اكثر. فكرمال هيك بظن كل مجتمع عم يشوف شو حاجته عم يجرب يستفيد منها. اوكي انا بس حابب اضيف على قصه السعوديه، انه هي واضحه لانه تويتر بيعمل خاصيه انه واحد يكون يفوت ضمن هويه مجهوله على تويتر. فهذا الشيء بيساعد يمكن كثير انه الشعب السعودي يفوت اكثر على تويتر ليقدر يعبر عن نفسه. وفي عندنا امثله، في كثير ناس مثلا مجتهد كيف عم يستعمل تويتر وعم يجيب معلومات وعم ينشر، وبعد ما حدا عرف من هو. وفي كمان امثله ثانيه بالصديق.
فيسبوك سناب شات والإنستغرام وغيره والصور والتطبيقات وغيرها، هل فكرة التدوين ما زالت مستمرة وما زال هنالك قراء؟ هل هنالك في تشجيع على القراء أو غيرها؟ أعتقد من هنا محتمل إن نناقش فيها. الآن منروح استخداماتنا للتويتر، استخداماتنا للفيسبوك، استخدامات حتى السناب. السناب على فكرة لأنه سليم راح يحكي الحين على السناب شات، شو بيحكوا عني الاثنين هذول؟ السناب شات، أنا بأخذ اللابتوب من الاستوديو. السناب شات مثلا حتى إحنا صار عندنا لايف سناب شات، هو اسمه ويست بانك لايف بعد ما سووا تل أبيب لايف، وبالتالي كانت شو وضعنا، كان في هنالك تضامن وبالتحديد من النشطاء في السعودية، ومنهم واحد اسمه أحمد الجبريني، هذا أطلق حملة على التويتر، ومن ثم انطلقت، من ثم خطعت تويتر إنها تقبل بأن يكون هنالك ويست بانك على السناب شات، واللي كمان ما طلعوش كل الفيديوهات تبعتنا. بالتالي احنا كفلسطينيين نحاول قدر المستطاع انه نتعلم ونحاول ان نطبق على بعض على 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 قضايانا المختلفه، سواء كانت مثلا نشوف صفحات فيسبوك، نشوف جوجل بلس، نشوف تطبيقات. هذيك النهار تواصلت معي صبيه بتدرس برا في العالم، في برا فلسطين، بتستخدم التمبلر. وبالتالي احنا في عندنا ادوات، في عندنا استخدامات متعدده، بس الهويه الفلسطينيه اعتقد الان انه احنا بحاجه نوقف بعدين، احنا الناس بيسمعونا. هلا احنا استخدامنا لهذه الاداه واحنا استخدامنا لهذول الادوات اعتقد لسه بحاجه الى صياغه. انا زي ما قلت اكتشفت وانبهرت في الثقافه اللي بيستخدمها المدون اللبناني. المدون اللبناني عنده ثقافه، عنده قراءات، وعنده بعد نظر، وعنده طريقه، بالاضافه الى استخدامات غير محدده في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والفاظ، وما شاء الله يعني عندهم طلعت رحلتكم هي حمله الان طالعه. المصريين في عندهم تجربه وعندهم ابداع حتى في الدعايات والاعلانات. الخليجيين الان قويين في التويتر وفي السناب شات، وفي عندهم الان فكره، حتى في بعض الاخبار قالت انه وليد بن طلال بقى مفكر انه يشتري سناب شات وما زبطتش معه. وبالتالي احنا شو بنسوي؟ احنا بنحاول قدر المستطاع، انا كمحمود يعني ومن علاقاتي هون وهناك، بحاول قدر المستطاع ان اتعلم من خضر، اتعلم من سليم، اتعلم من محمد، احاول ان اشوف الدورات وبعدين انقلها للمجتمع الفلسطيني. عندي محاولات، مثلا مسمي انا في عندي مبادره اسمها سوشالجي في كل مدينه، بنتقل على كل المدن وبحاول اقول لهم انه هيك الناس بيستخدموها، وتعال نفكر شو بدنا نستخدم. وبالتالي هنادي ولكل الناس اللي بيسمعونا، احنا نتمنى احنا كفلسطينيين انه يكون عندنا مثلا تدوين كويس او استخدام تويتر. احنا اصلا اخر دراسات بتقول لك انه يمكن في عندنا 100,000 تويترجي، يعني مش هذا الرقم اللي يعني مخيف. وقضايا ثانيه اذا بدنا نقول عن العراقيل الاحتلاليه اللي احنا بنخوضها، هذه الساعه اصعب واصعب يمكن في المستقبل نقومها. بس مع هذا بتوقع انه محمد وخضر وسليم وكل هذول في الحرب الاخيره في غزه خضنا، كنا نسوي تكتيكات، طرق، ادوات، بستطيع ان نقول انه كنا متميزين فيها وكان لنا الدور وكنا لنا ايجابيه عاليه. بس مع هذا احنا عندناش استراتيجيه واحده، احنا فيش عندنا رساله واحده، احنا في عندنا بعض للاسف الشديد حتى الانقسام الفلسطيني بيطغى بعض المرات على كلماتنا. وفي النهايه احنا في بعض الاحيان كاننا في غرفه ونتخرف مع بعضنا، نتحدث مع بعضنا، بلاش يعرفوا ما يعرفوش معنى نتخرف، فاحنا نتحدث بس مع بعضنا، لانه في كثير من الاحيان لا نستخدم الا اللغه الانجليزيه ما نستخدمهاش، بالتالي لما نروح نحكي مع العرب انه بده يسمعنا. ماشي فانه بده يسمعنا. فبالتالي هذه النقاط اللي انا حبيت اني اشارك فيها، وبترك المايك لسليم لانه الحين بفسخني من الكتل. شكرا يا محمود، شكرا لمدخلتك. سليم انت معنا، هل سليم تعمل مدخله نحكي شو عن سناب شات؟ كيف جربت فيسبوك تشتريها وهيك؟ طيب سليم بده دقيقه تقريبا ليكون معنا. فينا ناخذ سؤال ثاني او في حدا اذا حابب يعمل مدخله ثانيه؟ نحن كلنا سمع او حدا عنده سؤال، حدا عنده مدخله او خضر اذا حابب تقول شيء بتحسك. في حدا شاف مدخله؟ عمر حكي عن المحتوى العربي، حابب تحكي عن شوي عن المحتوى العربي؟ ايه هلا نحن اخذنا تجربه سليم، بنصح الكل يطلع عليها. في عنده في تجربة بالعربي دوت مي، وفي كمان طبعا تجربة تشارك الكل بيعرفها. بموضوع المحتوى العربي،
بدي احكي انه المحتوى العربي مش بالضرورة دايما هو نتيجة عمل تدويني باسم شخص او مجموعة او كذا. في عدة بلاتفورمز، عدة منابر بيقدر الواحد يستغلها اذا كان فعلا بده يكون بحملة دعم للمحتوى. انا حاعطي مثل سنة 2008 او 2009 ناس تحديدا، ولكن كنا مجموعة من 5 شباب موجودين، كنا للصدفة يعني اصدقاء دراسي باوروبا، وفتاليا عنا يمكن اطلاع على لغتين او ثلاثة، كان اساسيا الفرنسية الانجليزية والرومانية. قمنا وقتها بمبادرة، كنا عم نطلع على الويكيبيديا، دايما في معاناة انه الويكيبيديا العربية دايما صحيح دايما كذا. المبادرة كانت هي انه نقوم كل يوم كل شخص بترجمة مقال او ترجمة معلومة عن الويكيبيديا الإنجليزية والفرنسية والألمانية للغة العربية، أو بتحرير مقال جديد عن معلومة مش موجودة عنا نص، وتالياً مع ذكر المصادر طبعاً والتوثيق. بآخر هذه المبادرة يعني لحد ما الفريق لعب أو انتهت الترند تحديثاً، نحن كنا 5 شباب. فبعتقد موضوع تدعيم المحتوى العربي يتعلق دائماً بالمبادرة، نصنع المبادرة. أنا دعم المحتوى العربي، أيضا نحن بحاجة لمواقع مختصة، مدونات مختصة، دعم المحتوى العلمي بدك تدعم مدونات علمية، إذا واحد عنده معرفة علمية يقوم بإنشاء مدونات علمية، يقوم بمراجعة الويكيبيديا كمصدر مفتوح للمعلومات، والقيام بإضافة المعلومات عليها بطريقة موثقة ونصية، إنشاء المبادرات المختصة، إنشاء مجموعات الترجمة. نحن اليوم قلنا عن لغة تانية أو لغة تالتة ونقدر نساهم بالترجمة والتعريف للمعلومات والمعرفة. في عدة منابر مفتوحة تترك المجال لمستخدمها ليقوم بإضافة المحتوى الذي يراه مناسب، وخصوصا إذا كان باللغة العربية، لأنه يعني عندنا نقص حاد. شكرا كثير خضر. نضيف على خضر إنه نحن كمان بالمنظمة عندنا نحن كثير حابين دائما نترجم الشغلات التقنية اللي لها علاقة بين التداخل بين الإنترنت وحقوق الإنسان. فنحن عم نجرب مثلا ترجمنا من فترة تقرير عن خوارزميات تأثيرها على حقوق الإنسان، يعني كل البرمجيات اللي بتستعملها الشركات، وكمان عم نجرب دائما نكتب على هذه المواضيع التقنية اللي بتأثر على حقوق الإنسان. طيب سليم، ننتقل لك هلا لتحكينا شوي عن شق التسويق إذا بدك، هو سناب شات وشو رأيك فيها وكيف مأثر على فيسبوك ولا لا؟ أنت معنا جاهز سليم؟ إيه معك. جديدك شوف طيب ليك اول شيء بتنزل على الانقطاع، وبرحب مع زميلي هون بالمكتب اسمه دانيال، هي كمان معنا عم تحضر الجلسه. دانيال اوكي، دانيال هي سوشيال ميديا مانجر للحرة كمان معنا فريق. اوكي بعد اسمي قبل اسمي يعني طبعا الحبايبات حبايبات دقنا طيب. زوجتك نحدثها شوي تسمعوني؟ الو ايه محمود سليم طيب سناب شات بمطرح المقارح يعني ببعض الدول. طبعا هنرجع لنفس السياسة الأساس تبع خبرية انه بأي دولة عم يكون في هذا البلاتفورم اكتر، يعني بلبنان سناب شات مش قد قوي قد ما هو بالسعودية او قد ما هو ببلدان خليجية اخرى. طبعا الافادة الكبيرة هي من كل بلاتفورم والعلاقة بالتسويق، يعني اليوم ماركتينج عم نحكي عنها هي كيفية استخدام جميع منصات التواصل الاجتماعي للتسويق لهذا المنتج اللي انت عندك اياه. اليوم انستغرام عم يخوض معركة كتير كبيرة العلاقة بالتسويق وكيفية استخدام استخدام الشخصيات الببليك فيجرز لا تتسوق لمحتوى. أميرة عطت ملاحظة عنه بالجزائر، أنا شخصيا مش مطلع على التجربة الجزائرية، تحول التدريب مجرد هواية فردية إلى حصص كوميدية سياسية ساخرة، وتحول من مدونات فردية لمدون ناطق برخصة تلفزيونية. يعني شفنا كثير تجارب مثل هاي التجربة، تحول من يعني يمكن أشهر تجربة كانت تجربة باسم يوسف، كمان بالتحول من عمل الكوميديا على اليوتيوب الحر لعمل مؤسساتي على التلفزيون، ولكن لا أعتقد أنه هذا الهدف عموما. الهدف الأكبر أنا ذكرتهم كثلاثة رسائل التدوين بعلاقته مع الصحافة. أولا
تجاوز الرقابة ووضع ساعتها المواضيع اللي تكون خط أحمر للصحافة التقليدية. ثانياً رفض الصحافة التقليدية بالمصادر المعلوماتية المتقدمة من إحصاءات وأرقام وديموغرافيا الإنترنت عموماً وعلاقتها بهذا الخبر. والنقطة الثالثة وهي إضافة بعض تكنولوجيا على العمل الصحفي يخرج من دائرة الرتابة ليتحول الشأن العام فعلياً لقضية كل شخص. واحدة من أسباب تردي الاهتمام الأجيال الناشئة بالشأن العام هو أنه لازال الإعلام قاصر عن مخاطبتهم بلغتهم. شكراً. أنا حابب أسأل إذا بعد حدا عنده شيء مداخلة أو عنده شيء سؤال قبل ما يمكن نكمل بمداخلات تانية. حدا عنده شيء سؤال بالحاضرين؟ اوكي هلا انا كان عندي سؤال لسليم او خضر. محمود عنده مداخله. ايه احكي محمود، في في فيك تعمل صوت وتحكي اذا بدك، تفضل. بس محمود اذا المشكله من جهاز عادل. محمود اذا بدك تقول شيء يعني جرب ضيف على اللي حكيناه قبل. اوكي قادر تفوت وتحكي، يعني قادر تفتح مايك وتحكي. طيب اكتب فاذا اوكي. فاذا يعني اللي حابب انا يعني مبدئيا اخر فقره بتدندش اليوم هو المستقبل تبع التدوين او اذا بدكم مستقبل الكتابه على الويب. انا حابب اسمع من خضر ومن سليم وكمان منكم انتم كيف حاسين من هلا لخمس سنين نحن حيكون تفاعلنا تعبيرنا على الويب كيف. كيف راح يكون شكل المدونات إن كانت كتابة صوتيات أو فيديو أو صور. فأنا حابب أسمع من خضر ومن سليم أكثر شيء، بس كمان منكم ما أنه خضر جملة والإنترنت شغال. تفضل خضر إذا عندك مداخلة. هلأ أنا شخصياً نظريتي الشخصية بتقول أنه الإنترنت أي قطاع بيتحول لقطاع ربحي بيفوت على الاحتكار، ونحن رايحين على عصر من الاحتكار. جزء خاصه بالمستوى المعيشي وتقديمات الدولة وغيرها من الأمور. يعني مثلاً ما ننسى أنه الحصول على سمارت فون سهل وسريع بمنطقة الخليج أكثر سهولة منه بمنطقة البلاد السورية عموماً. بمعنى انه اليوم البنيه التحتيه للانترنت بالسعوديه وبالخليج عموما متقدمه باشواط طبعا على البنيه الانترنت والتكنولوجيا الموجوده عندنا. وتاليا العلاقه مع تويتر منصه استخدام سريع بحاجه لصوره سريعه لنص خبر سريع، يقوم بالتحديث بطريقه سريعه، متابعه الاخبار بطريقه سريعه. تويتر لا يتعدى على حياتك الخاصة كما يفعل فيسبوك، وتاليا المحاضير الاجتماعية الموجودة بالخليج تويتر يحترمها أكثر من فيسبوك، بمعنى استخدام المرأة للتويتر، ضغط العائلة على هذا الاستخدام، قدرة الموظف الرسمي أو الحكومة أو بالشركة على أخذ راحته بالحكي على تويتر أكثر من فيسبوك وغيره اللي بتحدد لك هويتك المدرسة والشخصية مع صورك وكذا. فأعتقد الأمر يتعلق بالنظم الحياتية الاجتماعية من التقاليد الموجودة والأعراف وكذا وكذا، ومن جهة أخرى بالبنية التحتية للتكنولوجيا نفسها والإنترنت. هلا أنا بدي أقول بعد إذن محمد على سؤال أميرة، لأنه أوكي تفضل. سؤال أميرة كثير مهم. أميرة عم تسأل عن موضوع التدوين، هل يمكن أن يتحول من هاوي لصحافة محترف ومزاحم الصحافة؟ عم تطرحه هل ممكن يصير مصدر مالي او حياه، يعني وظيفه واحد اسمه موظف مدون. انا حاعطيك مثل اميره، لانه الامر يعني بيتعلق اكثر شيء بشو الماده اللي عم تقدميها انت كمدونه. بمعنى انا حاعطيك مثلا مدونين الفيديو اللي بيشتغلوا على مدونه فيديو، واللي اكثر شيء رائج اليوتيوب طبعا، انه يقدم خدمه انشاء شانل او مدونه فيديو خلينا نقول خاصة فيك. اليوم بما أنه رفيق محمود حكي عن موضوع السعودية تحديداً، أنا كمان من السعودية،
بالسعوديه اليوم في 4 أو 5 برامج على يوتيوب هي مبادرات شبابيه او كذا كوميديه بمعظمها تحولت من مجرد عمل هاوي لفيديو لعمل مؤسسات يعني مجموعه افراد صاروا اليوم بيطلعوا الانكم الشهري تبعهم او الاسبوعي من السبونسرز ومن من عدد المشاهدات والدعايات على يوتيوب وكذا يعني اذا بتعمل سيرش سريع على بعض مقدمي فيديوهات اليوتيوب على السعودي على اليوتيوب السعودي برامج يوتيوب بتلاقي عندهم عدد مشاهدات تصل للمليون 1,500,000 للفيديو الواحد وهذا اللي بيعمل انكم طبعا بالاف الدولارات من دعايات يوتيوب شهريا ومن جهه اخرى لديهم معدل 10-20 سبونسر لكل شانل يوتيوب بتبلش من الشركات العالمية ماكدونالد ميدل إيست بيبسي ميدل إيست ريدبول ميدل إيست هاي الشركات الكبيرة راح تصير تعمل سبونسر لمجموعة شباب عاملين يوتيوب عم بيقدموا مادة فكاهية نادرة الوجود بالمجتمع الخليجي عموما خصوصا بجرأتها الاجتماعية وتحررها فقدروا يحولوها من مجرد هواية لشبه وظيفة وإنكم عموما فإذا تحويل التدوين من مجرد هواية لعمل احترافي إنتاجي خلينا نسميه منتج ماديا أو صحفيا أو غيره يتعلق دائما بشو هي المادة اللي عم تدميها على مدونتك أو شو هي طبيعة مدونتك ما هي حاجات المجتمع اللي أنت عم تدميله هذه المدونة هل هو بحاجة لنمط فكاهي لنمط علمي لنمط ثقافة لأمور يمكن اجتماعية يعني أنا بعرف إحدى المدونات السورية اللي كانت عندها مدونة موضة وقدرت هذه المدونة الموضة قدرت تجيب سبونسرز من ناس مقدمي خدمات ثياب ومسوقين لأمور متعلقة بهذا الشيء وحولت تالي مدونتها من مجرد مدونة تقدم نصائح للموضة لمدونة مفتوحة على الاستثمار فإذا يتعلق الأمر بشو المادة اللي عم تقدمها المدونة وبأي صيغة عم تقدمها صيغة الفيديو صيغة الصوت صيغة الروابط إلى آخره حلو بدي انتقل شوي عن سليم لانه سليم كان عنده تجربه مع موقع بالعربي اللي هو يقدم محتوى تقني للجمهور العربي جوابا على سؤال عمر سليم عمر عم يسال قد ايه المدونات فيها تدفع مستوى اللغه العربية بمجتمعنا وقد ايه فيها تساهم سليم معنا انت ايه اوكي فالسؤال لك سليم انه قد ايه بتحس المحتوى العربي عم بتساهم المدونات بتحسينه او لا شو هي التحديات كيف بتشوف القصص بعد ما انت كان عندك تجربه مع موقع بالعربي وقدمت محتوى تقني للجمهور العربي اوكي قبل خلينا انا شوي نشرح شو هو موقع بالعربي موقع بالعربي كان موقع يعني بس باخبار المتعلقه باخر الابديتس اللي على منصات التواصل الاجتماعي وكمان طرح اكثر اشياء على التاكتكس اللي علاقه ب هاو تو يوز سوشيال ميديا وهالقصص اللي نحن عن جد محتاجينها واللي نحن اصلا بنكتسبها بشكل يومي عبر الممارسه على هذه المنصات بالوقت الكبير اللي بنقضيه على المنصات هلا طبعا اي حي للكتابه بالعربي حي للكتابه بالعربي على منصات التواصل الاجتماعي وعلى مواقع هي اسراء للمحتوى العربي ما في نقاش فيها التحديات اللي بتواجهك اليوم انه طبعا اللغه العربيه بنعرف احنا كانت على ارض الواقع او بمواقع التواصل الاجتماعي اللي هي العالم الافتراضي عم تواجه مشكله بالاستمرار يعني اليوم الحديث حتى الحديث عم يكون اكثر متوجه نحو اللغه الانجليزيه واللغه الفرنسيه حتى المدونات يعني انا اليوم اذا بقول لك تعال شوف على ليبانيز بلوجز السايت اللي له علاقه بالمدونات اللبنانيه اللي جمعهم بتشوف انه كل 20-30 تدوينه من مدونين لبنانيين بالانجليزي تيطلع لك مدونه واحده او تدوينه واحده بالعربي وانا بقول لك انه لما كنا يعني لما كان تدوين بال 2009 2010 2011 كنا كتار اللي بدونوا باللغه العربيه كنا 15 20 30 مدون بيكتبوا باللغه العربيه اليوم مع انشغالنا والتطور السريع اللي لاحق وانشغالنا نحن اصلا بمنصات التواصل الاجتماعي والخبره اللي اكتسبناها من هذا الشيء واللي عم نستفيد منها يعني لو بتعرف منصات التواصل الاجتماعي فتحت مجال عمل لنا كلياتنا ان كان حدا بيكون بيدير منصات التواصل الاجتماعي لشركات او حدا بيقدم استشارات العلاقه بكيفيه استخدام منصات التواصل الاجتماعي فاليوم كل خطوه او كل مشروع
على باللغه العربيه على منصات التواصل الاجتماعي، كان مدونات او كان قصص بتخبرها للناس او كان فيديو بتقدمه او كان اي شيء ثاني، هو اسراء للمحتوى العربي. التحدي الكبير هو الاستمرار، لانه الناس عم تفضل تروح اكثر للغات اخرى. بتعرف اليوم من انتشار اللغه الاجنبيه كان فرنسا وانجليزي وطلبها بسوق العمل عم يخلي الناس تروح اكثر للغه الثانيه. وبتعرف للاسف عم يكون في تفكير شوي العلاقه بانه اللغه العربيه لغه خشبيه ولغه رجعيه وكثير بالمده، فيعني مش العلاقه هيك بتتطور. طبعا محمد انت بتعرف وانت كنت احد الاشخاص اللي اشتغلوا على صياغه كلمات جديده لازم تدخل على المعجم العربي العلاقه بمنصات التواصل الاجتماعي. انا من الناس اللي شاركوا بترجمه تويتر من الانجليزي للعربي، وكنت الناس اللي عم يشتغلوا على ترجمه فيسبوك من الانجليزي للعربي، وعم كنت على طول عم اشتغل على كلمات جديده ابديت خاصه بمنصات التواصل الاجتماعي. فهذا بحد ذاته اسراء، والتحدي اكيد كبير. يعني اخذت 5 دقائق. لا شكرا، شكرا سليم على المداخله الحلوه. في بعض عندها هنادي قالت عملت مداخله اظن من سؤال، واميره يمكن عملت شيء. خضر حابب تقول شيء على قالته اميره وهنادي؟ هنادي ملاحظتها محلها. محمود كان عم بيقول التدوين بفلسطين مش هو ده. محمود كان قصده التدوين كانشاء بلوجز، كانشاء مدونات رسميه، انه مش كثير فاعل مش كثير حاضر. بالضبط يعني محمود عم بيحكي عن مدونات. في حرب غزه لقد وضحت شغله، حروب عموما التي تشنها اسرائيل على الاراضي الفلسطينيه المحتله، اللاعب الاكبر اخباريا على الانترنت مش العامل الفلسطيني، مش الفلسطينيين مدونين الفلسطينيين او المغردين او كذا. لا زال يحتاج المغرد الفلسطيني والمدون الفلسطيني الى حاضن خارجي، يعني راي عام عربي او غربي او اوروبي او امريكي اكاديمي او ما بعرف. لما يحتضن هيدي شو اسمه، لما يحتضن هيدا الخبر او هيدا التجربه او الكذا، بيقوم بيحدث خبر عالمي، بيتحول لخبر عالمي. لازال لا يستطيع، مثل ما عم بقول محمود في جزء معه حق هنادي، وهو انه الماكينه الاعلاميه الفلسطينيه على الانترنت لازالت قاصره عن فرض نفسها كحدث اخباري له اولويه في البلاتفورم الاونلاين بلاتفورمز العربيه.